صفر الموزان وما يجي يتقدم الكرة وحطها على يسار الحارس وجول، وسجل ماجد الهدف النصراوي الخامس بعد 31 دقيقة من الشوط الثاني. أصبحت النتيجة 5-0 لشيء التفات، وماجد عبد الله سجل الهدف الخامس. تسبب في تسجيل الهدف سلمان حمدان اللي دخل دخلة وحشة على درويش داخل منطقة الجزاء، فاحتسب الموزان.